في بعض الأحيان على فكرة بعض المفاهيم ممكن يكون التعريف حقها تعريف مبسط، في تعريف مرة التعريف بعض الأحيان حتى تختلف من كتاب لكتاب أو بعضها مثلا ممكن يشوف إنه في يكفي كلمة زي ما أخذنا على شو قبل الأسبوع المحاضرة قلنا الـ IT governance عبارة عن إيش؟ direction and control، يعني كيف أوجه مرة أراقب، هذا معنى كلمة إيش IT governance، كيف إن أنا أوجه مرة توجيه وإيش؟ ورقابة، توجيه وسيطرة. عشان ناخذها كذا كفورمال بشكل عام جافرنس اي حكومه خاصه بالنسبه للحكومات ذكرت المعلوماتنا فورمالايز تصيغ كلاريفاي توضح، يعني مش لا تصيغ فقط تصيغ ايش بشكل واضح ايش بالضبط تصيغه بشكل واضح الاوفر سايت لوليش الاشراع الاكاونتبيليتي اللي هي ليش الاوفر سايت اللي هي الاشراع الأوفرسايت اللي هي الإشراف، الأكاونتيبليتي اللي هي ليش؟ المسؤولية، and decision right اللي هي إيش؟ اتخاذ القوانين، حقوق اتخاذ ليش؟ قوانين صحيح هذا، هنا حقوق اتخاذ ليش؟ قرارات الأشياء، for a wide array of IT strategy يعني لمصفوفة واسعة من ليش؟ أول حاجة من أول حاجة الاستراتيجية الخاصة بالاي تي الاهداف البشرية الريسورس الموارد الموارد البشرية والموارد المادية فيزيكال زوج اند كنترول اكتيفيتيز اذا النشاطات الخاصة بالاستراتيجي النشاطات الخاصة بالريسورس النشاطات الخاصة بالرقابة او خاصة بالسيطرة كلا للاي تي ضروري يكون موجود ضمن الدوكيومنتس الخاص بالايش بالجفرنس ضمن الصياغة والمفترض ان تكون الصياغة واضحة على اساس انه كل واحد يعرف ايش المهام اللي يقوم فيها ثاني مرة أثناء إحضار أي تقنية جديدة أو أي أو إدخال أي تقنية جديدة أو مواءمة أي تقنية جديدة مع البزنس تكون قواعد مستفزش معروفة واضحة. يعني قلت لك الآن يعني كذا أقول لك عارف ليه مفهوم تقنية المعلومات إيش بتقول بالضبط؟ صياغة يعني كان دوكيومنت صياغة واضحة ليش؟ للإشراف وإيش ثاني مرة؟ والمسؤولية يعني كل واحد ضروري يعرف مسؤوليته ثاني مرة إيش؟ اللي هي ليش القرارات حقوق اتخاذ القرار سبب معنى آخر السلطة بما يتعلق بمن؟ بما يتعلق بليش بالأيتي؟ طيب تعريف آخر هذا التعريف إيش مسؤولية؟ ونشوف ايش الفرق بينه وبين التعريف الاول لاحظوا التعريف الاول مش بس عشان معنا انا نعرف نقرر خذوا كذا الكلمات الذي يعني توضح التعريف اول شيء الفورمالايز والكليريفاي الصياغه تكون واضحه لمين لثلاث اشياء اوفر سايت اكاونتبيليتي ديشانري علشان ايش عشان الاستراتيجي الريسورس وليش الكنترول وكله تعتبر انشطه طب نشوف الان التعريف الاخر هذا التعريف ايضا ديبليشن او اي تي جابلنس شوفوا ايش الفرق بينهم من التعريف الاول وهذا التعريف الاول يعتبر تعريف مبسط لانه لو بتلاحظ انه التعريف الثاني ماخوذ ايضا يعني من كتب او ماخوذ مره تلاقوا انه كل كتاب ممكن يذكر التعريف بطريقه ايش بطريقه اخرى لكن المفهوم واحد هل المفهوم واحد كذا بس يجري فوق الشمس لا بس طيب الان ايش نقول هنا؟ It is a collection يعني كله عباره عن ايش؟ مجموعه collection of ايش؟ managing اداره planning تخطيط performance review policies يعني سياسات ايش؟ مراجعه الاداء اللي بعده practices اللي هي ممارسات and processes عمليه تشغيليه وكذا with يعني لاحظ ان هي مجموعه من الاشياء دي Management, planning, performance review policies, practices, and processes with associated decision right. هل خرجنا عن الأول؟ اللي هو الأوفرسايت؟ ما خرجنا شيء، بس هنا ايش؟ هنا وسع، وضح بالضبط الشيء بالضبط اللي بعده which هذه الأشياء كلها which establish والتي تؤسس authority controls and performance metrics سلطة سلطة أثرتي لي سلطة
ايش اقصد بالسلطه العليا؟ السلطة معناته الإدارة العليا اللي أصلا اللي تحكم تقنيتها وحكمة الأسود معنى آخر نقول يكون في سلطة مخول حتى على فكرة بعض الأحيان إنه الشخص هذا إذا ما عندش حقه إلا على ما يجب إيش المفترض إنه يكون مسؤول المفترض إنه إيش من حقه إنه إيش إنه يخضع عليه المسألة القانونية أو مسألة حتى مسألة داخل الشركة اللي بعد الكنترولز للتحكم والسيطرة فايش الفرق بين ما أعطي واحد أوثوريتي ثاني مرة كنترول ايش الفرق بين الاثنين هذه؟ الفكرة الثلاث ممكن يدور بنفس الدائرة راح تشوف أوثوريتي سلطة كنترول معناته ايش سيطرة رقابة كلمة كنترول هي أكثر حاجة أكثر لما تلقي الكلمة هذه ترجمها رقابة قبل ترجمها لازم أنك ترجمها أخرى معنى ايش؟ رقابة بعدين يسوى بالفورمانس ايش؟ متريكس اللي هي صلينا اللي هي المعايير الخاصة بإيش؟ المعايير الخاصة بالأداء يعني أنا أعطي لي مثلاً سلطة بنفس الوقت إيش أعمل؟ أراقب وأشوف كيف العمل وثاني مرة لما أجي أراقب وفقاً لمين؟ وفقاً لمعايير أداء بالأخير أشوف بالضبط كم حققت حتى بالنسبة للأشخاص الآخرين اللي هو بيعرفوا هل أنا ثابت مع الـ IT governance أو مع آخر إن أنا أتعامل مع الـ IT governance أتعامل معهم وفقاً لمين؟ لمعايير الأداء اللي اصلا عادت نتيجه مين؟ نتيجه الكنترول نتيجه مين؟ الاوثوريتي اوفر مين؟ هذه كل الان التحكمات والاشياء دي على ايش؟ على اول حاجه الاستثمارات في تقنيه العمل على البلانز الخطط على الميزانيات اللي البادجتس على الكوميتمنتس اللي ايش؟ التزامات التعهدات على السيرفيسز الميجر تشينجز على ذكر في اي تي بس ايش انا عدل يعني هنا نتكلم بشكل عام طبعا ما نتكلمش يلا انت بس استثمر بالتقنيه فقط لو انت ما فيش معك تقنيه لا حتى لو انت في معك تقنيه وش استثمر بتقنيه جديده السيكوريتي البرايفسي ذكرنا الاسبوع الاول حصلوا الفرق بين السيكوريتي والبرايفسي واضح ايش الفرق بينهم لا اللي هو التحكم بالرؤيه والحكمه لا قصدي شو قصدي لما قال سيكوريتي لما قال برايفسي يعني السيكوريتي داخل في بالي غير الكونفيدنشياليتي والانتجريتي والافيلابيلتي اذا اخذنا كلمه كونفيدنشياليتي وترجمناها خصوصيه وبرايفسي خصوصيه ايش الفرق بين الخصوصيه والخصوصيه هذه؟ فان الخصوصيه اللي موجوده في السيكوريتي عدم الاطلاع على المعلومات اللي انت مش مفوض انك تطلع عليها لكن البرايفسي انك تحكم خصوصيه في الاستخدام يعني انك مثلا تحكم الاخر انك طلعتش او انك زي حكايه البرايفسي الموجوده في الواتساب او معنى اخر نقدر نقول ان كلمه برايفسي انه حق المعلومات او الاشياء او الاراء اللي اضعها في اي مكان ما تشتغلش لا تشتغل لا سياسيا ولا تشتغل هل من رايح في الجانب الاعلاني او في الجانب الدعائي او في اي جانب يعني ترجع في هذه الحاله للسكيورتي لا بس السكيورتي دعائي مثلا لو قلنا الكونفدينشياليتي حتى لو قلنا الكونفدينشياليتي والانتجريتي قلنا كيف نحققهم او كيف نحن نتحكم فيهم بس قلنا نستخدم انكريبشن انكريبشن معناته ان المعلومه اطرحها غير ايش؟ اطرحها من الاخرين اطرح بمعنى اخر الكونفدينشياليتي عدم الاطلاع يعني لو انا طرحت ورقه هنا في امتحان مثلا امتحان الماده خرجت الاطلاع على الامتحان يعتبر ايش؟ انتهاك الخصوصيه لا لانه انتهكت شيء ايش؟ المفترض انك ما تطلعش عليه لكن انا طارح شيء طارح العرضه انكم تشوفونه كلكم بس اقول انتبهوا يا جماعه انتبهوا الكلام اللي كتبته هنا ما تستغلوش انا كتبته من اجل العلم فقط بس انت تستغلونه بجانب كذا ولا بجانب اجتماعي ولا بجانب تجاري ولا انا كتبته فقط هنا بالمكان هذا فقط لجانب ايش؟ لجانب علمي لا مش شيء واحد يستغله لجانب ايش اخر؟ هنا في الحلقه اذا استغلته في جانب اخر وقت انتهكت ليش؟ انتهكت البريفسي معناته انه الشيء مطلع عليه ممكن حتى الاخرين تو بس ما تستغلوش الجانب التجاري يعني مثلا لنقول مثلا انا ذكرت شركه من الشركات وانا جالس اعطيهم حضر المحاضره ذكرت شركه من الشركات انت تقول ايش؟ اوه والله دكتور صبري انسان دكتور كل حاجه وهذا ليش نعمل حق المحاضره دي او حتى قول الكلام هذا نضعه في ايش؟ نضعه في اعلان او مثلا الشركه نفسها تقوم تجيب اراء ومن ضمن الاراء الكلام اللي تكلمتوه هنا هنا استغل كلامي في جانب دعائي هنا انتهكت ليش انتهكت الخصوصيه حقي والكلام اللي تكلمتوه للجميع عرض الجميع كان بس كلامي انتهك في جانب ايش؟ في جانب دعائي هذا معناه انتهاك الخصوصيه اللي البرايفسي
مش الكونفيدنشاليتي. اما الكونفيدنشاليتي اللي هي عدم الاطلاع اصلا، المفترض انك ما تطلعش على المعلومه، بمعنى اخر حتى انا المفترض ان انا ما اخليش حق المعلومه معروضه للبابليك. هذه معنى الكونفيدنشاليتي. البزنس كونتينيوتي اللي هي ايش؟ استمراريه العمل، يعني ما اجيش اشتري مثلا تقنيه ونبدا والله نشتغل الان يلا كل الخدمات كل حاجه بالتقنيه. اكتشفنا انه في مشكله معنا في التقنيه. الانظمه ما بتشتغلش. اذا هذا سبب انه العمل ايش؟ فقط. اللي بعده ان كومبلاينس اللي هي الامتثال لمن؟ للقوانين اند اورجنايزيشنال ايش؟ زي ايش القوانين قلنا؟ الاسبوع الاول اللوائح القوانين الخاصه بالدوله واللوائح القوانين الخاصه بمن؟ ايضا بالايش؟ بالمؤسسه. ده كان ما فيش امتثال، ده كان من ضمن الاي تي جفرنس، ما فيش حاجه اسمها امتثال، معناته انه من ولا منه ولا داعي لاي تي جفرنس. اذا كان الاي تي جفرنس عباره عن كلام مكتوب داخل دوكمنت، ما فيش اشياء تخضع الاخرين الامتثال له، هنا ما منه شيء فائده. الاي تي جفرنس كان كله قانون، المفترض انه كل المؤسسه تمشي عليه. مسؤوليات وادوار، وهذا المفترض انه كل الكل يخضعوا له. المفترض لما يجي تقتني اي تقنيه جديده، ما يجيش خلاص واحد قرر انه يشتري تقنيه واحد من مدراء الشركه او بنشتري والله طابعات واجهزه وهذا لانه محتاج، لا المفترض يكون وفقا لمين؟ نرجع لمين؟ نرجع للاي تي جفرنس اللي تحكم نحن هنا على اساس نبدا نشتري، لانه بالاخير المساءله بتكون تتم عبر مين؟ عبر الامتثال لي. اذا ما في شيء امتثال لي معناته انه إذا الأشياء الرئيسية هنا تتغير دكتور بالأشياء اللي تتوثق بسم الله، اللي تتغير اللي في الشركة نفسها. المفترض أنه لا الإيجابيات تتوثق. حتى أنا بجي لك الآن بعد شوية بقول لك المفترض يكون في معك بورتال. يعني المفترض يكون لكم معك موقع ثاني مرة تعرض تجيبه كيش؟ الخطة حقك. الخطة حقك كامل. هو أكيد الحاجة المهمة جدا ثاني مرة في الأي تي جافرنس، إنك أنا قلت لكم بأول محاضرة الأي تي جافرنس عبارة عن جورني، عبارة عن رحلة. رحلة بالاسم هذا، يعني ما هيش حاجة ثابت، المفترض انه زي القوانين الموجودة، القوانين حق الحكومة وحق الدولة، هل هي ثابتة؟ يعني هي بالأخير من اللي يشرع ولا اللي يشرع من مجلس النواب صح ولا؟ في سلطة تشريعية، هل السلطة التشريعية اللي بضحك حتى تشوف انه في قانون معين مثلا ما يلبش كل الطلبات، أو بمعنى آخر يعني مثلا ايش كل حاجة؟ هل الآن في قضايا القضايا تتعلق بتقنيه المعلومات والاشياء دي هل هي موجوده في التشريع عندنا هنا في اليمن؟ اعتقد الى الان مش موجوده هذه، يعني مثلا الجريمه اللي هي الجريمه الالكترونيه او الجريمه المتعلقه بتقنيه المعلومات مش موجوده. هذا من الاشياء اللي المفترض انه ايش؟ المفترض انه يدخل بالتشريعات. نفس الحكايه بالنسبه للاي تي جفرننس او البزنس جفرننس او حتى الانتربرايز جفرننس الخاص بالشركه، كل يوم وايش؟ المفترض انه حتى انت بعض الحين كنت تشتغل مع اطار معين في وقت من الاوقات الشيء هذا يعني تشتغل انت بتفترض انك اتخذتها في شغلك في الاي تي جفرنس حقك على اطار بس مبسط على اطار بسيط على اعتبار انه شركتك بسيطه الشركه حقك بديت ايش؟ بس اذا 100% انك بتتبع اطار افضل واعمق على اساس انك تحقق او بمعنى اخر تسير على نفس النهج اللي ساروا فيه الاخرين اللي هي ما قلنا البيست ايش؟ البيست براكتس هذه مهمه جدا بالنسبه للشركات. دائما البيست براكتس هي الممارسات الجيده. اي ممارسه جيده لاي شركه تخلقك اطار عمل، الشركات الاخرى ايش تعمل؟ تبدا تشتغل بنفس الاطار هذا. وعاده على فكره البيست براكتس يقوموا فيه ناس خبراء هم اللي يحددوا لانه دائما واحد عشان يعمل اطار جيد وهذا يكون عنده خبره في المواضيع هذه. فيجي كل البيست براكتس اللي يعملها مثلا او اللي حصل عليها من خلال العمل يروح يضعها في اطار عمل في فريم وركس. وبعدين الشركات الاخرى ايش تعمل؟ ويعمل لي شهاده بعدين. بنلاقي بالنسبه للموضوع اصلا بنلاقي معنا بدون شهادات. يعني انتم حتى واحد اشتغل مثلا منكم في شركه في اداره المؤامره المفترض انه تفكيره كامل كيف يحصل على احدى الشهادات هذه. حتى في معماريه المؤسسات اللي بتاخذوها واللي اخذوها من قبل ايضا في شهاده اللي شهاده توجا هذه شهاده عالميه لو اخذتها انك تحصل عليها حلو جدا خاصه اللي هم يشتغلوا فين؟ اللي بيشتغلوا في الشركات يعني بالنسبه لهم هم بيشتغلوا كتربويين او كذا ما يسعاش للاشياء دي بعض الاحيان يسعى الى الشهاده المتعلقه بالجانب الايش؟ الاكاديمي الجانب الاكاديمي والجانب التربوي لكن الجانب المؤسسي يعني عاده يسعى الى الشهاده اللي تتعلق بالجانب الايش؟ يعني انت مثلا تحصل على سيسكو هل هي جانب تربوي؟
جانب ايش؟ جانب تقني وجانب خاص بالخبره يعني، على اساس انك حصولك على الشهاده هذه اصلا بتسهل لك انك مثلا تحصل على عمل جيد في شركات خاصه بالشبكات ولا شيء. لو قلت لك الان ايش الفرق بين التعريف الاول والتعريف الثاني؟ قول لي التعريف الاول هو تفصيل، التعريف الاول كان بسيط جدا اللي ذكرناه المره الاولى، ولو بعده ايش؟ بدينا فتحنا شوي، اللي بعده ايش؟ كان مفصل بشكل ايش؟ بشكل كبير. يعني قلت لك عرف الاي تي جفرنس اكيد 100% بتعطي التعريف وفقا ليش؟ وفقا للسياق، حق السؤال. اذا كان السياق عابر تعطي له التعريف الاول، اما اذا كان السياق تفصيلي تعطي التعريف ايش؟ تعطي التعريف الثاني والثالث. طيب الان بالنسبه للبوربوس اوف اي تي جفرنس، هذا مهم جدا. ايش الهدف من الاي تي جفرنس؟ طبعا ممكن حتى نجمع كل المعلومات اللي اخذناها من المحاضره السابقه الى الان في الجزء الاول نفند فيه بالاي تي ايش هو البربوس. اول حاجه الاين اي تي انفستمنت اند برايورتيز مور كلوزلي ويذ ذا بزنس. واضح هذا صح؟ واضح؟ معناها ايش؟ معناها انه مؤامرة او انسجام الاستثمارات في تقنيه المعلومات والاولويات، ثاني مره في استثمار في تقنيه المعلومات بحيث انه يكون ايش؟ اكثر قربا قريب من او قريب مع العمل، ما يكونش في اي اختلاف، ما مش يقدر يكون بالانسجام، بمعنى اخر يكون الدوكيمنت واحد. اللي بعده مانيكس ايفالويت برايورتايز فاندز، هنا نتكلم على التمويل. التمويل في الاستثمار نفسه في تقنيه المعلومات ضروري يكون مدار ومقيم وايضا ايش؟ في اولويات للتمويل. بعض الاحيان اي افضل انه واحد يروح يمول في التطبيقات قبل ما يمول في الانفراستراكشر. يعني اهلا مول اول حاجه في الابلكيشنز، راح اشتري ابلكيشنز وانا عندنا ما اشتريتش الاجهزه والبزنس. في ضروري يكون ايش؟ يكون اولويه. اللي بعده اللي هي ميجرز، يعني الحدث الاول يدير يقيم ايضا ياخذ اولويه في ليش؟ بالنسبه للفنز، الفنز اللي هو ليش؟ تمويل تمويل اللي هو المبالغ الماليه اللي بيستثمر في تقنيه المعلومات. اللي بعده ميجرز اند مونيتورز ريكوست فور اي تي سيرفيسز. هذه الاولى متى وهذه الثانيه متى؟ الاولى يعني بعد ما تنفذ الاولى اذا كان الاولى اذا كان عنده ما فيش وكذا، حتى اذا كان حتى في، بس الثانيه معناته ان انا دائما اراقب القياس الموجود، وثاني مره اشوف لو في اي طلبات لخدمه ايش؟ لخدمه تقنيه، في ابلكيشن معين محتاج له واشوف انه الابلكيشن هذا هل بيحقق الفوائد منه ولا ما بيحققش. طلب مني شفنا انه بالنسبه للمشتريات البرنامج الحالي لنظم المعلومات الخاصه بالمخازن مش كافي، ما يمشي بالغرض. اذا في معي طلب جديد ان انا ايش اعمل اضافه، او طلب جديد ان انا اغير كل اللي موجود اشوف هل ممكن او معنى اخر يعني هل الجديد بيفي بالغرض ولا اللي موجود اصلا كان افضل، يعني ممكن يمشي. يعني معنى دراسه الوضع الحالي اند ذا ريزالتنج ورك. هذه كلمه ريزالتنج ورك على عين على من؟ عاد عن المراقبه اللي هي مراقبه ليش؟ العمل الناتج اند ديب ليفريبلز اللي هي ليش؟ انه كل المتطلبات كل الاشياء معنا. اذا قلت انه ميجرز اند مونيتور ريكويست، الريكويست دائما يتبعه ايش؟ ريسبونس. والريسبونس هذا تقديم بالاخير ديليفرز. اللي بعده ان موم ان مور كونسيستنت اند ريبيتبل مانر ذات اوبتمايز ريتيرنز تو ذا بزنس، اللي هي العائدات الخاصه بليش؟ طيب ناخذ الجزء هذا اللي هو هذا على فكره يمكن اقول لك هذا اللي اسمه كان حلو على فكره انه واحد يوضح لانه بعض الكلمات مهمه جدا انك تركز عليها، زي مثلا كلمه هنا اند ريبيتبل مانر، هذه الجملة أو الكلمتين هذول مهم جدا إنه واحد يفهمها إيش معناتها بالضبط. إن ريبيتبل إيش؟ منر. إيش معناتها؟ بطريقة قابلة للتكرار. إيش معناتها؟ عشان أنا قلت إنه الأي تي جفرنس عبارة عن صياغة، انت تصيغها بالنسبه للاداره وبالنسبه للقياس وبالنسبه لكل حاجه. هذا انا ممكن نفس الصياغه هذه اعيدها ليش؟
لأي شيء آخر. معنى آخر إن ممكن تكون أشياء قد ممكن ثاني مرة إن أنا أطبق نفس الشيء اللي طبقته أو نفس المبادئ اللي طبقتها في الأول طبقها في الشيء ليش القديم. هذا معنى كلمة